عشت الجو رسمي ها؟ كيف بالله وحن كذا معتلك في وضعيتك؟ والله الله يوفقك يا اخوي. هاي تذكر بنتيات يم مع الاهلي يم حسين العتيبي مستقعد لهم. من هو حقهم اللي يحب ذاك اللي جاب هدف؟ برازيلي شو اسمه؟ فيكتور. فيكتور يوم صد لها العتيبي كان يروح مع كل ركلات الجزاء حقتها. تذكرها بنتيات استقعد لهم حسين. بدع هنا وبعد اظني بشهر من ذي ما ادري هنا في لحن فتح له محل لا اعتزل اعتزل فتح محل جاء شيء قوي وسام الموت والله الصمونه اللي اطول من حياتي هذه فخمه يا اخي برنامج حياتك والله العظيم يا سندوتش كذا وتحط جبنة السائلة اللي موجودة تحت نوعية حتى الجبنة دي فخمة بدون ذكر اسماء وتحطها هنا طريسة تحط لك عسل ولون فيه بطاطس شيبس قصدك شيبس شيب ايوه الشيبس اللي اخرها طول اسلامه اخر الاسم حقه بس خلاص 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 هاو تهدي طيب النكهة عادي ملح وخل ملح وخل اوكي تحطها مع الجبن وتسخرها في الفرن وتاكل يا على كوب عصير واحسن شيء تمسك الخبزه وتقول كذا عرفت الصوت ذلك وهذا روق فيه في الفسحه ايام الثانوي حتى دي تج خلاص كنسل ابو محمد تحس كلامي عادي ما في شنو واحد يبي يثبت وجوده وشيء لا لا كلام كبير من شخص اقول لا كان محمد عبد الله الحافظ عرفه؟ عبد الله الحافظ هلو اي والله نعم خبل تدري كنت فين؟ مرحبا هلو هذا كذا هلو ها ذيبان والله من يوم كان في البرتغال سكسوك كان اخوي اي كان اخوي فرج الحين ابو حنين كان رفيق فرج ايام البرتغال والله طيب تذكر هذا وش هي هذه المباراه؟ اصبر ما وقفت تذكر غير راح الغطاف اسمعك والله ما قلت شيء لا صح والله ما شفت طيب اي مباراه هذه يا سعد الكاثم انت وعدان جيبان ما ادري سعد الكاثم تذكرون انت تتابع كوره؟ تتابع كوره؟ طيب اذا انك تتابع كوره ايش العسل ده عسل ايش يا ابو خالد؟ اي هو الدور السعودي عسل ايش؟ طيب بقول احمد احمد سعد طيب بس بذكرهم بتعليق بشوفهم بيذكرون مباراة او لا انا ما اقلد معلقي لا لكن اقصد العبارات اللي حصلت اي مباراة اذا كانوا مركزين زين تذكرها ولا لا تذكرها صالح اسمع ايه والله ما مشغل إيه؟ يوم يقول ابراهيم الجابر تعرفونه ملك قصدك سامي الجابر لا ابراهيم الجابر ملك ايوه يقول ودنا لا 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 طيب تقصد اي مباراة اتحداكم من اللي جاب الاهداف تعال يا وليد اذا عرفت اي مباراة هذه لك اللي تبي بس اصبر لين خلص لا حقت ابراهيم الجابر حقت ابراهيم الجابر يوم يقول يا ربا يا قلبي تذكر انا يا قلبي يا قلبي اللي فرق ولا منتخبات إيه لا 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 فريق سعودي إيه سامي الجابر اللي مع فريق مع فريق سامي الجابر لا مع لا, لا مع مو سامي الجابر تقريبا قريبا مع فريق اماراتي لا مع فريق اماراتي معلق لكن اقصد اي مباراه قلت ايش تسوي ذحين؟ قريبه هذه صالح دقيقه اي مباراه مع فريق مع فريق اماراتي دقيقه عشان اتذكر بس قول لي كيف يسوي واخر دقائق جت الكوره كذا مصلقطه من فوق ايوه من ايش كملها؟ من ايش جابها؟ اصبر ايش يسوي؟ مصنقعه شو اسمه ذاك اللي طاح؟ مصلقطه اي مباراه اي مباراه اعترف فيها اي مباراه والله انت كيف قال المدرب؟ لا والله يا خصم والله والله انا كذا اي وتبغاني اتذكر الموقف اتحداك اذا ما ذكرت اسالك اذا ذكرت الاول اسمع جابها صالح مباراة الهلال بالغرافي من جاب الهداف تقول اماراتي قطري جاب الهداف قطري قطري المحياني محياني محياني الاول المحياني محياني والثاني قحطاني الثاني شو اسمه الثالث ابو قحط ابو قحط يا لبي لكن الثاني منو الثاني؟ والهامسون لا الهامسون ما جاب والهامسون يوم بكى في بكى لا ياسر اللي جابه والهامسون ما جاب شيء والهامسون هو اللي انطر قصه هو اللي اي اي اعطاه الشلهوب الشلهوب اعطاها الثاني الشلهوب اضرب والهامسون دقيقه الاول محيان دقيقه وليد كم هدف هدفين ولا ثلاثه؟ هو تقدم او لا هي 2-1 يا 3-2 احنا او لا لا تعادل
احنا اس احنا جايبين عنده مجال بالرياض كنا الرياض جاب ياسر قلبوا في قطر ياسر الحياني اللي جاب هذا اذكر والهامسن يوم انطلق اصلا توهم سنتري جت عادي تعادل الهامسن انطلق من يمين انطلق من عطاها شنو انطلق شنو يوم يصيح شاتها سقعت الدفاع يلا انا بنطلق والهامسن قام يصيح اعود حرام عليك الزبده عرفنا طيب اتحداكم اي مباراه ذي ممكن تكون للمنتخب ممكن تكون نادي بحري طالع بحري عرض والله يا ياسر والله يا القحطاني والله يا القحطاني اي معلق ذا معلق مرة علي كذا هذا جاي من مكسر البحري اللي شفت هالمقطع كان مركب من البحري كيف هدف ياسر بحري طالع كانت مباراة الظهر صح؟ الظهر البحري منطلق من اليمين من اليمين ورفعها ياسر حتى في منطقة الجزاء ايوه هم قول والله ياسر قحطاني جيت والله عرفتها والله كني قاعد اشوف مباراة مباراة المنتخب مع ايش مع سريلانكا مو سريلانكا سريلانكا لو سمحت نم ورانا مطبخ يلا اتحداك منه اللي يسجل ما راح ادخل معكم بالنقاط قال روف خليف يا 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 دايم كذا شيء كبير يا عمري شيء كبير ودهم في ما هاي تتثاوب انت وش كل مباريات كذا كل مباريات هذا كذا صح جواب صحيح ايش المفروض تقول ايش كل ما يلي كل ما سبق كل ما سبق تحديد الكل اقول ظني لو قعدت معك بقعد الظهر عندي طبخه والله رقدنا فما لا تصبح على خير يا نجيبان شد حيلك يا قوتي نجيبان والله لو ما تكون تصبح على خير ايش ايش هي ايوه يمين يمين يلا مزقك كده ليه أشوا ذاك اللي هناك هذا كبراس لا اللي بزيت لا أما براس كيف براس كيف براس نكبة فضيحة ما يقدر لو يبون يقفطونك ما يقدروا واضح لو إذا بغوا فيش يسمونه ذاك اللي يقفط بدون ما تدري هذا كان ينزل اللي يقفط لا قصدك الكاميرا اوكي ايش يسمونه اللي وقت متاخر وشو اللي وانت ما تدري اللي وانت ما انت في انا ما فهمت معلوماتك وشي يا اخي ذا يسمونه كتباك كتباك ذي حق الموتر ذي اللي يقفطك يسجع لك خصم تيم اوفسايد ايش شيء انت تعال عطس الشين اعط الزين جبال شال عطس الزين طيب هاتشكو ايتي 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 كان واحد يسأل يقول ايش تي ايتي الحمد لله والله صدق حسيت وايخة السحين ايش يسمون ذا اللي يلقط طيب الحمد لله تايم كود تايم كود قلت من اول تايم كود انت مدري ايش اسمه ايوه تايم كود ايش هو ايوه تايم كود مدري تايم كود تايم ايش اسمه اللي يقفط تايم كود تايم كود قفطين حياتك منهم ايوه قفطين مسين يجيك امزقهم ذي والله يدور كانه ايش اسمه رافعه ويمدي تقفط انت عادي وافتح المايك